حارس دولي فالحارس في المباريات الكبيره بالفعل حارس المرمى واحد الوقت كان لاعبك يقول لك 50% اليوم كيساوي 70% اليوم حارس دولي خاص تبين لك اليوم فاش كيجي عندك كيجي الجمهور يتفرج في التقناوتي ولا في حارس دولي راه خاص تعطي قيمه ديال الحارس الدولي في لا رولونس في لا كومونيكاسيون في التدخلات ديالك في الهدوء ديالك في الرزانه ديالك في المعامله ديالك مع اللاعبين في المعامله ديالك كذلك مع الخصم في المعامله ديالك مع الحكم مع الجمهور هذه كلها ميزات في حارس دولي صح. لان اليوم ما يمكنش نقول انا حارس دولي وحارس غير دولي غير دولي راه ما فيش المواصفات ديال كرون غارديان دويت ولكن حارس دولي فيه مواصفات تقنيه بدنيه تكتيكيه حتى على المستوى الذهني المستوى الدين كذلك يكون حاضر البديهيه يساعد الاصدقاء ديالو التدخلات ديالو في المستوى حضوره كاين لا بريزونس لا كومينيكاسيون مع اللعابه كي يجير لا ديفونس ديالو كي الميليو تيرا لاتاك وحق الله العظيم واحد الوقت كنلعب ميم لي زاتاكون كنسيرهم لي زاتاكون بعاد منه كنسيرهم علاش بالصوت بالهضره بالكومينيكاسيون وطيله 90 دقيقه بلوس الحكم شو شحال غيزيد واش جوج ولا ثلاثه ولا اربعه خص الحارس يكون مركز مكونسونطري ما كاينش نشوف الجمهور ولا التلفازه ولا شي حاجه مؤثره والو كنعرف الكره اصدقاء ديالي والخصم كنجري الاصدقاء ديالي وكنتابع شكون هو اللي زي لي موعد مزيانين شكون هذا كيتيري هذا غير سونطري وكنكون مركز هنا غتبان قيمه ديال الحارس الدولي.